السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الصف السادس، حياكم الله. الآن بإذن الله سوف نقوم بمراجعة الإدغام الشفوي. قلنا أن الإدغام الشفوي له اسم ثان وهو الإدغام المتماثلين. ليش؟ لأنه يدغم في حرف مثلة ويكون في كلمتين متتاليتين. الآن حكينا الإدغام الشفوي من أحكام الميم الساكنة، والميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركات الثلاث. مصطلح ضبطة رأس حاء صغير أو وجود السكون أو عدم وجود السكون أثناء قراءتي للقرآن الكريم، ويوجد كالتالي. هناك سؤال في الكتاب، يلا نحدد أنا وإياكم أحكام الميم الساكنة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أنبتكم من ميم ساكنة زائد ميم مشددة يساوي إدغام شفوي، عليكم مدرارا ميم زائد ميم مشددة إدغام شفوي. الآن الثالثة لا يوجد، لك تحكي لي يمسي في ميم مشددة، ماشي، مما، هذه من أحكام النون الساكنة وليست الميم الساكنة. هم من إدغام شفوي، وربهم مشفقون ميم زائد ميم مشددة إدغام شفوي. الآن طلبت منكم واجب من سورة الذاريات تستخرجوا أحكام الميم إدغام الشفوي، أتمنى أنكم تكونوا استخرجتوا. دمتم عافاني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.